تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلمين يحييكم. السلام عليكم. سلاح السندات مقابل سلاح العقوبات، حرب بلا رصاص. في القرن العشرين أمريكا ابتكرت سلاح حقوق الإنسان. ده مش معناه إن مفيش حقوق إنسان، أو ما يقال حقوق الإنسان هو كله مجرد مؤامرات خارجية، لا، إنما ده معناه إنه في حقوق إنسان وينبغي أن تراعى حقوق الإنسان، إنما في استخدام سياسي لملف حقوق الإنسان. في القرن العشرين الرئيس كارتر هو الذي أسس بشكل كبير جدا هذه الفكرة الأمريكية، إن حقوق الإنسان مش بس قيم ومبادئ، وإنما سلاح وأدوات للدولة الأمريكية. سلاح حقوق الإنسان إدى فرصة لتدخل في دول كتير، ولا يزال يعطي الفرصة. السلاح الجديد في القرن الحادي والعشرين سلاح العقوبات، إن بدل استخدام السلاح النووي أو الدبابات والطائرات السلاح التقليدي، يبقى فيه سلاح اسمه السلاح الاقتصادي، وهذا السلاح هو سلاح العقوبات، إن أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية على دولة. العقوبات مش مجرد شدة صغيرة أو مجرد لوم لهذه الدولة، إنها ممكن يؤدي إلى إسقاط النظام وإسقاط الدولة تماما إذا استخدم سلاح العقوبات على نحو كبير. بقى سلاح مفزع في القرن الحادي والعشرين، إن أي دولة اقتصادها ماشي كويس أو معقول تواجه بالعقوبات الأمريكية، تلاقي بقى عملتها تراجعت، وبدأ اقتصادها يتراجع، والنظام يبدأ يتزعزع في الداخل. فالعقوبات الاقتصادية لم تعد عقوبات بالمعنى الكلاسيكي السابق، وإنما أداة اقتصادية عملاقة أو سلاح دمار شامل اقتصادي. روسيا تتعرض لسلاح العقوبات الأمريكي، الصين تتعرض لعقوبات أمريكية، بس مش اسمها عقوبات قوي، إنما هي حرب تجارية على الصين. تركيا تتعرض لعقوبات، إيران تتعرض لعقوبات كبيرة، كوريا الشمالية تتعرض لعقوبات كبيرة. يبقى إذن سلاح العقوبات بقى أداة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية من أجل تطبيق وتنفيذ المصالح الأمريكية حول العالم. طيب، الدول بقى اللي بتواجه بسلاح العقوبات بترد بإيه؟ بترد بحاجتين. البعض اللي بيمتلك عقوبات هو كمان بيعمل عقوبات على أمريكا، يعني أمريكا ترفع الرسوم الجمركية، الصين ترد بالمثل نفس الرسوم الجمركية. أمريكا تفرض عقوبات على دولة، دولة ترد بعقوبات على أمريكا. فإذا أحد أدوات رد الفعل هو إن حرب تجارية متوازية وعقوبات مقابل العقوبات. السلاح الثاني إن في سندات لبعض هذه الدول موجودة في أمريكا، السندات الأمريكية الاستثمار فيها، يعني الدولة تروح تشتري سندات أمريكية، هذه السندات هي بمثابة بتحفظ هذا المال وتدي عوائد. يعني أنا معايا مليار دولار كدولة، أخد المليار دولار واروح أمريكا أشتري سندات أمريكية، هذه السندات لها فائدة، بستفيد من هذه الفائدة المرتفعة، وفي نفس الوقت أصل الفلوس المليار دولار موجودين في أمان عند أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الأمريكي. روسيا ليها مليارات، واليابان لها رقم كبير جدا، والصين لها رقم كبير جدا، وتركيا لها مليارات، دول كتير حول العالم لها مليارات استثمارات في السندات الأمريكية. لو تم سحب هذه المليارات من السندات الأمريكية، تم بيع السندات، ده معناه مشكلة كبيرة جدا للاقتصاد الأمريكي، الميزانية الأمريكية تتهاوى، ويبقى في خطر كبير جدا على الاقتصاد الأمريكي. هل بدأ البعض في استخدام سلاح السندات في مواجهة سلاح العقوبات اللي بتفرضه أمريكا؟ الحقيقة لما نشوف روسيا على سبيل المثال، روسيا تتعرض لعقوبات، وبالتالي الروس بالمقابل بدأوا يبيعوا سندات خزانة أمريكية. بعض من سندات الخزانة الأمريكية بدأت روسيا تبيعها. روسيا كان عندها من 8 سنين حوالي 176 مليار دولار، كان رقم كبير جدا، استثمار في السندات الأمريكية.
هذا الاستثمار الكبير اللي هو أكتر من 170 مليار دولار في السندات الأمريكية، الروس بدأوا يبيعوا على مراحل، رابع مرة يبيعوا هذا العام، دلوقتي حاجة و40 مليار دولار، يعني رقم أقل كتير جدا مما كان في السابق. البعض بيقول لأن العقوبات الأمريكية على روسيا خلت روسيا العملة بتاعتها تضعف، الروبل الروسي يضعف، والاحتياطي أو احتياطي النقد الأجنبي بيتراجع، وبالتالي لازم الروس يزودوا الاحتياطي علشان يظبطوا العملة. يبقى نتيجة العقوبات الأمريكية ونتيجة انخفاض سعر النفط تراجعت العملة وتراجع الاحتياطي، يبقى لازم نضخ في الاحتياطي عشان نظبط العملة ردا على الموقفين دول، العقوبات وتراجع النفط. ده تفسير. في تفسير آخر إنه لا، الموضوع مش العقوبات ولا تراجع النفط، الروس أصلا بيسحبوا كل شوية سندات الخزانة الأمريكية، بيبيعوا كل شوية منها وبيحولوا ده إلى ذهب، فبقى عندهم رصيد أكبر من الذهب ورصيد أقل من سندات الخزانة الأمريكية. إذن ده ملف روسيا، في عقوبات أمريكية على روسيا، في رد روسي ببيع سندات الخزانة وزيادة الرصيد من الذهب في البنك المركزي الروسي. تركيا، تركيا في أغسطس 2018 في عقوبات أمريكية على تركيا، هذه العقوبات لأسباب سياسية، إنما في النهاية أدى إلى تراجع الليرة إلى مستويات قياسية. 2018 الليرة خسرت نص قيمتها تقريبا، والاقتصاد التركي بقى عنده أزمة كبيرة جدا. الأتراك باعوا سندات خزانة بأربعة مليار دولار لأنهم محتاجين فلوس، وجزء منه إظهار إنه رد فعل على الأمريكان والسياسة الأمريكية. كان عندهم كام؟ 32 مليار دولار اشتروا بيها زمان سندات خزانة أمريكية، باعوا بأربعة مليار، بقت عندهم 28 مليار دولار. دولة زي اليابان اللي هي تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية، تاني دولة في العالم تستثمر في سندات الخزانة الأمريكية. اليابان عندها تريليون وشوية، إنما برضو في كام مليار كده اليابان باعتهم، لسه هم فوق التريليون لكن بتراجع كام مليار عما كان من قبل. نيجي بقى للصين، الصين بقى العملاق الاقتصادي، الصين أكبر مستثمر في السندات الأمريكية. الصين عندها قد ايه برضو؟ تريليون و200 مليار دولار، 1.2 تريليون دولار، رقم خرافي، يعني 1200 مليار دولار. الصينيين بقى ده بقى سلاح، يعني ده آخر ورقة عند الصينيين، لو وصلوا إلى تصعيد كبير جدا مع الأمريكان، مراكز بحث اقتصادية بتقول إن دي بقى الورقة القاسمة أو الضربة القاسمة لأمريكا، إن هم ممكن يبيعوا 1.2 تريليون دولار في السندات الأمريكية. لكن طبعا ده الخيار الأخير، ده أشبه بإعلان حرب اقتصادية كبرى أو إعلان حرب حتى من غير اقتصادية على أمريكا. يبقى إذن موجز هذا التحليل إنه في سلاح اسمه حقوق الإنسان في القرن العشرين، في سلاح اسمه العقوبات الاقتصادية في القرن 21، في رد العقوبات الاقتصادية بسلاح جيد اسمه السندات الأمريكية أو سلاح السندات في مقابل سلاح العقوبات. الصين واليابان عندهم فوق التريليون دولار لكل دولة استثمارات هناك، الدول الأخرى عندها نسب أقل، الروس بيبيعوا، الأتراك بيبيعوا، اليابانيين بيبيعوا، الصينيين بيقولوا إحنا ممكن نبيع الكل لو حصل خطر كبير جدا اقتصاديا على الصين. في بقى دول أخرى، يعني أوروبا، الشرق الأوسط، دول في آسيا، في إفريقيا، أمريكا اللاتينية، تتأثر كتير جدا من هذه الحرب، سواء سلاح العقوبات اللي بيؤثر كتير جدا أو سلاح السندات، لا سيما سلاح العقوبات. يعني ممكن تكون حرب اقتصادية أو عقوبات أمريكية على إيران بأوروبا تخسر كتير جدا، عقوبات اقتصادية أمريكية على روسيا وأوروبا تخسر كتير جدا، وكذلك العالم العربي ومناطق كثيرة من العالم. احنا في إطار العولمة في تشابك كبير جدا بين المصالح الاقتصادية حول العالم، سلاح العقوبات، سلاح السندات، أخطر ما في القرن 21 من أشكال الحرب الاقتصادية.
مدينة إدلب والخوز البيضاء القصة الكاملة حتى الآن. في سوريا إدلب دلوقتي بقت موجودة في جميع النشرات، موجودة في جميع الصحف، في جميع المواقع. حديث السياسة الآن هو مدينة إدلب، ما الذي يجري في إدلب. إدلب موجودة فيها قوات كتيرة، جيوش كتيرة جدا، وكلام عن اقتحام للمدينة في أوقات قريبة. إدلب تسمى إدلب الخضراء لأن في مروج خضراء رائعة موجودة في المدينة، وإدلب لها تاريخ كبير جدا ضمن الدولة والثقافة والحضارة السورية. لكن منذ الأحداث في سوريا بقى في إدلب موجودة جبهة النصرة اللي هي تنظيم القاعدة اللي هي هيئة تحرير الشام، وموجود أيضا تنظيم الجيش الحر، وموجود جماعات مختلفة، الكل في إدلب. والجيش السوري بيقول إن هو هيقتحم إدلب لأن ده آخر معقل لجماعة النصرة موجود في هذا المكان. أمريكا موجودة، روسيا موجودة، تركيا موجودة، تنظيم الجيش الحر موجود، تنظيم جبهة النصرة أو اللي هم هيئة تحرير الشام موجودين، وموجود أطراف أخرى دولية في هذا الإطار. فما الذي يجري؟ نمرة واحد، أمريكا. أمريكا بتقول إن روسيا غرقت في سوريا وإنها مش هتعرف تخرج من هذا اليم، وإنه الوضع اللي موجود في سوريا أصبح وضع مأساوي بالنسبة لروسيا. روسيا ردت وقالت أمريكا هي اللي غرقانة في العراق وغرقانة في أفغانستان، وإحنا عارفين بنعمل إيه في سوريا. الأمريكان كمان قالوا إنهم قلقين على المسلحين اللي موجودين في منطقة إدلب. الروس ردوا وقالوا هم كده قلقين على تنظيم القاعدة. الأمريكان قالوا مفيش إطار للحل إلا جنيف، وفي إطار جديد أو جولة جديدة في جنيف سبتمبر 2018. والروس قالوا الإطار بتاعنا اللي هو روسيا تركيا إيران المحور الثلاثي هو الحل. دي الرؤية الأمريكية. الرؤية الروسية إنه الأمريكان مش عايزين يحلوا وعايزين بقايا القاعدة موجودين في إدلب، ودلوقتي بدأت جماعة الخوز البيضاء اللي هم خاصين بالدفاع المدني وفي جدل حواليهم حسب روسيا وحسب الحكومة السورية بيخرجوا إلى إدلب الآن ومعهم غاز الكلور علشان ممكن يستخدموا ده ويتم اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب. ده كلام الروس وكلام الحكومة السورية. الجيش الحر بقى، تنظيم الجيش الحر هو اللي مصدوم لأنه كان عنده أفكار ديمقراطية وأفكار حداثية وأفكار ثورية، لكن فوجئ إن حلفائه أو على الأقل القوى الموازية ليه زي جبهة النصرة بيتهم أنها تنظيم خائن. وبيقول إنه الجولاني أبو محمد الجولاني لما ظهر في الساحل السوري في صور، ده علشان يقول للروس أنا موجود هناك، ويدي مبرر لروسيا انها تضرب هناك، ودي كده ورقه ممتازه للروس وللوزير لافروف لما يقعد مع الامريكان يقول لهم ادي الجولاني موجود وادي القاعده موجودين وادي الارهاب موجود، احنا هضرب الارهاب في ادلب. ده كلام تنظيم الجيش الحر اللي هو بيقول القاعده طلعت خاينه وطلعت ضد المصلحه الثوريه او المعارضه السوريه، وان هم من الاول كانوا بيشتغلوا ضد الثوره السوريه. ده كلام تنظيم الجيش الحر اللي بقى على خلاف كبير جدا مع تنظيم القاعدة اللي بيتهم تنظيم بالخيانة. تركيا موجودة، وتركيا بتلعب لعبة مركبة، هي متفاهمة جدا مع روسيا، متفاهمة جدا مع إيران، وبالتالي ضمنا متفاهمة مع الحكومة السورية، لكن في نفس الوقت عندها علاقة قوية جدا بتنظيم القاعدة جبهة النصرة. ونقاط المراقبة التركية اللي موجودة في المكان، في كلام الروس بيقولوا إن هذه النقاط التركية بتحمي جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام اللي هو تنظيم القاعدة. وقريب كان في باص في ممثلين أتراك، منهم ممثلين في مسلسل وادي الذئاب، جبهة النصرة وقفوهم في حاجز واعتقلوهم. جات مكالمة
من وحدة مراقبة تركية طلعوا الممثلين اللي كانوا موجودين وكملوا طريقهم، وده معناه ان في تنسيق كبير بين تركيا وبين تنظيم القاعدة في إدلب حسب الروس وحسب الحكومة السورية. وسط ذلك بقى كلام روسيا بتتكلم انه منظمة الخوذ البيضاء وديت منظمة غير رسمية للدفاع المدني ظهرت سنة 13، بتلاقي كلام كتير جدا. الخوذ البيضاء هم مين دول؟ دول ناس عملوا منظمة سنة 2013، هذه المنظمة بدعم أمريكي، أول دعم حوالي 30 مليون دولار أمريكي، بعد كده دعم بريطاني وأوروبي، وتلقوا تدريب في أمريكا على أعمال الإغاثة والإنقاذ. بيقولوا إن هم مات منهم 150 حد، وإن هم أنقذوا أكثر من 100,000 إنسان وقاموا بدور عظيم. الأمم المتحدة بتقول هم رجال شجعان وإن هم أنقذوا كتير جدا في الحرب الأهلية السورية. الاتحاد الأوروبي لما لقاهم بقوا في وضع صعب جدا في بعض الأوقات هربوهم على إسرائيل وسيادتهم الأردن، من الأردن إلى دول كثيرة جدا. طبعا ده خلى فيه شكوك كتيرة، إزاي هم يطلعوا على إسرائيل ومن إسرائيل إلى دول أخرى، وإزاي إن هم إسرائيل ساعدتهم في الخروج من سوريا، وكمان التمويل الأمريكي البريطاني. ده اللي خلى الرئيس السوري يقول لصحيفة أمريكية إن ديت منظمة ممولة بريطانيا، وإنه بيتهم الرئيس السوري منظمة الخوذ البيضاء إن لها علاقة بتنظيم القاعدة وإنها جناح اجتماعي أو جناح إغاثة لجبهة النصرة. الروس بيقولوا إن هم الجماعة دول الخوذ البيضاء هم اللي كانوا وراء تلفيق استخدام السلاح الكيماوي، وإن هم دلوقتي طلعوا على إدلب علشان يستخدموا مرة أخرى السلاح الكيماوي، فالأمريكان يضربوا سوريا من جديد، وإن هم أداة في إيد الغرب. إنما المنظمة بتقول ده مش صحيح، والأمريكان والأوروبيين بيقولوا غير صحيح. الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بيقولوا دول ناس كويسين جدا وشجعان وخدموا ناس كتير جدا داخل سوريا، ومش صحيح إن هم عملاء أو إن هم بيشتغلوا عشان يقوموا بتزييف حقائق أو فبركة استخدام أسلحة كيماوية، وإن النظام هو الذي استخدم الأسلحة الكيماوية. ده الجدل الخاص بالخوذ البيضاء، روسيا والحكومة السورية في جانب، اتحاد أوروبا الأمم المتحدة أمريكا بريطانيا في جانب. هؤلاء يقولون اللي هم الغرب إن دول رجال شجعان، وهؤلاء يقولون روسيا وسوريا إن دول جناح لجبهة النصرة، وإن هي جماعة عميلة بتفبرك استخدام أسلحة كيماوية. إذا مجمل المشهد إن إدلب اللي هي المدينة الخضراء التي كانت آمنة قبل سنوات دلوقتي مسرح لأحداث كتيرة جدا، عمليات كتيرة جدا كلها صعبة للغاية، وإن كتير جدا من السكان بدأوا يهاجروا من إدلب ويخرجوا من إدلب انتظار العمليات الصعبة المحتملة في هذا المكان. هل ده يؤدي إلى جبهة النصرة تنتهي في إدلب؟ هل معناه تنتقل إلى مكان آخر؟ هل معناه إحياء بقايا داعش في مكان جديد غير إدلب؟ هل معناه إنه يتم استخدام أسلحة كيماوية؟ هل معناه إن لا يتم استخدام وإنما يتم اتهام سوريا باستخدام أسلحة كيماوية؟ كل هذا الجدل، كتير من اليقين مش موجود وكتير من الشك هو اللي موجود، ومساحة الظلام أعلى من مساحة النور في هذه المنطقة التي باتت صعبة للغاية في العالم العربي. في توضيح ما ذهبنا إليه من شرح وتحليل بعض الفيديوهات، هنشوف إدلب بقى، إدلب الخضراء قبل كل هذه الصعوبات ما تواجه هذه المنطقة الرائعة. إدلب أيام الوحدة المصرية السورية، الرئيس جمال عبد الناصر زار إدلب، مصريين كتير جدا كانوا بيتابعوا الآلاف وهم يحتشدون تحية الرئيس جمال عبد الناصر. وظلت مواكب الجماهير تتدفق إلى كل مكان يحل فيه الرئيس جمال عبد الناصر، وغصت أسلحة الدور والشرفات والشوارع والساحات بالمواطنين وازدحمت بالناس، وانطلقت الحناجر بالهتافات والأفخ بالتصفيق، وازدادت حماسة الجماهير وتعاظمت، وبلغ الفرح أقصى مداه وأبعد غاياته، فرح الشعب بلقاء زعيمه في يوم ميلاد وحدته. وتوجه موكب سيادة الرئيس إلى مؤسسة مياه حلب
لزيارة محطة الضخ الثاني، وعلى طول الطريق كانت عشرات الذبائح تنحر أمام سيادة الرئيس تحية له ولصحبه وتيمنا بقدومه. وفي محطة الضخ الثانية طاف الرئيس جمال عبد الناصر أقسام المحطة وشاهد عملية تصفية وتعقيم المياه بالأساليب الحديثة المستخدمة لإيصال مياه الفرات إلى حلب. ثم عاد الموكب إلى المدينة لزيارة قلعتها الصرح العربي الشامخ والأثر التاريخي الذي يروي للأجيال المتعاقبة أمجاد العرب وعبقرية العرب في فن البناء والحرب. وسراديب وأبراج القلعة التي تشرف على مدينة حلب، وصعدوا ذروة التل الذي أقيمت عليه. ثم توجه سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وسمو الأمير البدر والسيدان عبد اللطيف البغدادي وأكرم الحوراني إلى جامع بني أمية الكبير بحلب حيث أدوا صلاة الجمعة. وكانت الطريق المؤدية إلى الجامع مزدحمة بجموع الشعب التي اصطفت على طول الطريق هاتفة بحياة الجمهورية العربية المتحدة وحياة سيادة الرئيس جمال عبد الناصر. واستقبلت إدلب موكب الرئيس بالزغاريد والهتافات والفرحة ترتسم على كل الوجوه. وانتظمت فرق طالبات المدارس والكشافة في مواكب الفرحة بلقاء الزعيم البطل. وتحدث الزعيم إلى مواطنيه عن الحاضر والمستقبل، عن الجمهورية العربية المتحدة التي تعمل في سبيل بناء مجتمع اشتراكي ديمقراطي تعاوني. دي إدلب في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. إدلب بعد الحرب الأهلية السورية رصاص ودماء في كل مكان. Thank you.
حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.